السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة هنعمل سوي شير بكم رجلان أو بكم رياضي، نعمل لايك ونعمل شير ونبتدي على بركة الله. زي ما انتوا شايفين دي قماشة كده، تمام. هنطبقها على 4 جبردين أو أي قماشة متوفرة عندك هتنفع في الشتاء إن شاء الله. أي قماشة، مش عايزاكم تتأيدوا بأسامي القماشة وتروحوا تجيبوا زيها بالظبط، هاتي اللي يناسبك، تمام. طيب هنا باخد خط الظهر ولكن مضاف اليه 2 سنتي علشان احنا بنشتغل في الشتاء، بنشتغل في شغل الشتاء، تمام. طيب اهو، طيب لو انا القماشه ما فيهاش مطه بالنسبه لي اعمل حساب للسوسته، لو القماشه فيها مطه خلاص مفيش حساب للسوسته، لكن هنا القماشه جامده شويه فانا هعمل هنا حساب للسوسته وهاخد 17 سنتي، ده من عمر 9 سنين لغايه 12 سنه، تمام. طيب وباخد كده لغاية خط الحزام وبقسم على 2، اصبح عندي الثلاث خطوط اهو اللي انا بشتغل عليهم، تمام. ربع دوران الصدر كنت باخده 17.5، هاخده 19 سنتي، تمام. طيب هنا دوران الرقبة 5 سنتي، ناخد بالنا بس من التركية دي وبننزل 2 سنتي في الخلف. في هنا عندي 1 سنتي، دي مسافة السوستة بس، تمام. طيب انا كده خلاص الجزء ده كده انهيته، فباجي هنا بنزل من هنا خط الرقبة بنزل حوالي 1.5 سنتي مثلا اهو، واروح عاملة كده بالمسطرة، تمام. اهو عملت كده بالمسطرة، تمام، من عند ايه؟ من عند الرقبة، من عند الرقبة لدوران لربع دوران الستر، تمام. طيب خلاص الجزء ده كده انا مش هحتاجه خالص، تمام. طيب هنا عشان الكم ما يبقاش مشدود يعني هحاول انزل برضو شويه كده، خلاص. طيب هاخد الطول الكلي للموديل من اعلى نقطه هنا، هشوف الطول اللي انا محتاجاه، انا هعمله طويل شويه يعني 68 سنتي كده، طول كويس. انتوا بقى يعني زي ما انتوا عايزين تعملوا الطول، تمام. وبعمل كده من غير تقسيم خالص، عايزاه على واسع بس، ده كده انا قصيت الامام والخلف كده مع بعض اهو، بقص دوران الرقبه كله زي بعضه وبعدين بعمل تعليق. كده تمام. هنا على حسب انا هحط السوسته في الامام ولا في الخلف. طيب انا مثلا هحط السوسته في الخلف، يبقى ده عندي الامام بعمل له تعديل رقبه كبر رقبه شويه، تمام. بس طيب بفرد بلاقي الموضوع بالشكل ده. طيب هعمل الاكمام بس من لون تاني، طبق دي تاني، بس انا محتاجه هنا لو انت محتاجه تعملي الجيب الكبير هيبقى في الجزء ده بالشكل ده كده اهو، من عند خط الوسط، تمام. طيب لو انا هحط الجيوب اللي هي على جنب فدي حاجة تانية، تمام. طيب انا بطبق تاني علشان اعمل الاكمام اهو، اسهل طريقة لعمل الكم رجلان انا بطبق القماشة على 4 اهو، وباخد الجزء اللي انا عملته بميلة بالشكل ده، تمام. طيب لو انا عايزاه مقفول شايفين كده بالميله دي كده اهي، بالشكل ده كده، واشوف الطول بتاع الكم من اول هنا، تمام، طول الكم اللي انا عايزاه عشان الجزء ده كده داخل في الكتف. هسيب مسافة خياطة خلي بالك ان هنا الـ2 سنتي اللي هما
هنكمل بيهم الدوران اللي انت اصلا شلتيهم، هما اللي هنكمل بيهم الدوران. تمام شايفين كده يعني شكل الكم الرجلين او الكم الرياضي واضح من قبل ما نشتغل اهو. تمام هو ده كده شكله. تمام طيب وتركيبه طبعا اسهل من قصه بكتير طبعا. تمام الاستراس السنه دي هيكون شيء مميز في الشتاء في معظم الملابس، فانا ممكن اعملها بالشكل ده كده واعمل جيوب جانبيه علشان حتى تشوفوا الجيب الجانبي. تمام اهو الشكل ده بيتخيط مع الموديل، مش محتاج يتني لان هو اصلا يعني مش هينفع يتني. تمام طيب هنا عايزه اعمل جيوب، طبق قماشه هنا كده على اربعه اهو عشان اعمل جيبين بالشكل ده كده. الجيوب مهمة جدا مهمة جدا 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 في الشتاء بصراحة. طيب شكل الجيب يا جماعة اهو بيجي بالشكل ده كده. تمام والمهم ان يكون على قد كفة الايد اهو. تمام اهو ده كده شكل الجيب سهل اوي اوي. عايزة تكبريه تصغريه زي ما انت عايزة، عامل زي نص البطيخة. تمام ده كده يعني اسهل وصف، عامل زي نص البطيخة نفصلهم من بعض. هنلاقي كده معانا اربع قطع اهم بالشكل ده، ويلا نشوف مع بعض فيديو الخياطة. ركب السوستة اهو، بنوقف عند 20 سنتي او 30 سنتي او بالظبط قياس السوستة اللي انت جايباه بالظبط، بنوقف عندها او قبلها كده بحوالي سنتي بس. طيب ابتدي بقى امسك طرف السوستة كده عشان اركبه. اهو زي ما انتم شايفين، لو حابه بتعملي خياطه كده علشان ما تبينيش السوسته خالص، خلاص مش حابه خلاص. تمام طيب ممكن يعني يستحسن ويفضل تكون السوسته لون الموديل اللي بتعمليه عشان ما تظهرش ابدا وانت بتشتغلي. الطرف الثاني طيب هبتدي دلوقتي عشان اركب الاكمام بتاعتي كم الرجلان اهو. باخد حرف الكم ده شكل الكم بعد ما فردته اهو، باخد حرف الكم بالشكل ده مع البوزه بتاعته اهو. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده، بعد ما بركب الجزء ده دوران الرقبه بيزيد عندي. تمام اصبح دلوقتي هركب باقي الجزء في الخلف. تمام انا ركبته كده في الامام، هركبه بقى في الخلف. باخد الجزء بتاع الخلف كده بركبه اهو بالشكل ده كده. خلاص ركبت الامام والخلف، المفروض لما باجي اخيط الكم اهو بيكون بالشكل ده. تمام طيب قبل ما اركب الكم او يعني اقفله لازم اعمل خطوه مهمه جدا، هشوف التزيين اللي انا هعمله ايه عشان لازم يركب الاول. تمام اهو لو انا هعمل التزيين ده كده، لو هعمله كده تمام زي ما تحب، اللي انت عايزه تعمليه اعمل. كده خلاص فاضل بس اني اركب الجيب واحدد مكانه. في عندي هنا دبوس، هاخد بالنا من الدبابيس. طيب ببتدي من اول هنا الجيب اهو، بخيط الجزء ده اهو زي حضراتكم شايفين. تمام ركبت كده اول جزء ناحيتي وناحيتي. تمام طيب الجزء الثاني بنفس الطريقه في نفس المكان، في نفس المكان اهو في نفس الاتجاه. تمام شايفين نفس الاتجاه في نفس المكان بالظبط، يعني ابتدي كده من النهايه كده احدد اهو وابتدي خياطه من اول هنا. يلا يا بنتي بقفل بقى كله كده مع بعض كله بقى.
يعني الاكمام اهي مع بعض من اول هنا لغايه الابط بقفلها، وادي هنا عند الجيب شايفين النقطه دي اهي، بروح اوصل للنقطه دي كده واروح قافله الجيب. تعالوا نشوفها مع بعض. الابط هنا هيجي على الابط تمام، وبنزل بالشكل ده كده اهو، بروح لفه على الجيب، بلف على الجيب بالشكل ده لغايه الاخر، نفس اللي انا عملته هنا شايفين، بعمله الناحيه الثانيه، هعمل نص رياقه شريط كده عادي خالص، ومش ورد مش اي حاجه، وباخده على دوران الرقبه بالكامل اهو بالشكل ده، هيكون بالشكل ده. شايفين الموديل وجماله يتحدث عن نفسه. كم رجلان يا جماعه، طريقه سهله بسيطه جدا جدا جدا. الجيوب زي ما انتم شايفين كده، بلوزه فستان تكمليه للاخر، تعمليه على مقاسك بنفس الطريقه. شايفه ان هو لو قدرت تعمليه في البيت هتوفري كتير جدا جدا جدا، لانه يعتبر ما كملش 80 90 جنيه على بعض. تخيلوا بقى موديل بالشكل ده وما يكلفش التكاليف دي، مستنيه ايه؟ لازم تعمليه حالا. بشكركم جدا جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.